اطلاعي أن عسى تحدث الفضاء في حياتنا اليومية. هذا الذكاء الصناعي سوف يحدث الفضاء في على غرار السنوات السابقة نظمت ندوات علمية هادفة، وهذه السنة معروفة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بسنة الذكاء الاصطناعي. قمنا بالأمس يعني يوم 16 أفريل بالافتتاح الرسمي للأسبوع، وهذا من وضع يعني عدة ورشات مختصة في يعني في الذكاء، أعطينا كل الأهمية للبحوث العلمية التي تقوم بها الجامعة في ميدان يعني في جانب الذكاء الاصطناعي، وكذلك قدمنا يعني بعض النماذج بما يقوم بهم الطلبة والأساتذة الباحثين في هذا الميدان في ميدان الذكاء الاصطناعي. فاحنا من هذا المنطلق رأينا باش نديروا ندوة تجمع جميع التخصصات في الإعلام الآلي، في العلوم التطبيقية، في القانون، في الأدب، في اللغات، في كل التخصصات اللي درناها اليوم، باش كل الأساتذة اللي هما تقريبا 10 أساتذة باش يقدموا لنا ماذا يقدر يقدم لهم الذكاء الاصطناعي في التخصص تاعهم. وإن شاء الله كعدنا نخرجوا من الجامعة، نخرجوا إلى الفضاء العام اللي هو باش نوجهه، لأن الجامعة دورها أنها تقود هذا النقاش العلمي، وهي في حقيقة الأمر هي ثورة. الآن صبحت الثورة غادي تغير من نمط الحياة تاع الإنسان. اليوم حضرنا ندوة تاع الذكاء الاصطناعي اللي هدرنا فيها على الجينيراليتي تاع الذكاء الاصطناعي، عرفنا فاش يفيدونا كيما حنا في الميدان تاعنا، عرفنا باللي يطيق بسطنا بزاف صوالح، يتقعونا من في قرايتنا في صوالح برا كيما هكا، وعرفنا المخاطر تاعو الايجابيات والسلبيات تاعو. انتهزنا فرصه وجينا حضرنا الندوه باش نتعرفوا على الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستعمال والمخاطر. احنا بونك احنا كطلبة علوم طبيعة والحياة تخصص انتاج حيواني، احنا نورمالمون الشعب احنا اللي شغل لي فيزي بزاف، نكونوا معنيين بزاف بهذا التطبيق تاع الذكاء الاصطناعي فيما يخص التطوير من الانتاج الحيواني والزراعي وتتعرف على تقنيات جديده للذكاء. فهذو الناس اللي فكروا اللي هو الاوبن اي هذو فكروا فيها ان هذا يصنعوا موديل دو لونغاج، معناها بيتحاور مع الشخص الاخر.